الصراحة الحفل جميل بزاف، باش انك تكرم على المجهودات اللي درتي العام كامل، وتلقى داكشي تكرم على المجهودات اللي درتي وتلقى النقطة اللي بغيتي. وصراحة الحفل زوين باش انك تهضر معك اولياء الامور ديالك وتفرحهم وكذا. صراحة الحفل رائع. صراحة المجهود هو هاد النقطة هي حصيلة مجموعة من المجهودات والتعب وسهر ليالي ومجهود من ديبارت العام، وتبقى اجور مع لي بروف ومع الدروس وكذا، وتبريباري مزيان الوطني بطبيعة الحال. صراحة كان ديال والدي اول حاجه، والدي والعائله اون جينيرال، والدي وخوتي ولي بروف ديالي، وكذلك لي بروف اللي كانوا موجهيننا وعاونونا بزاف. تلاميذ القريعه كنقول لهم بقاو ديما اجور مع لي بروف، زعما قراو مزيان في الدار، بقاو من ديبارت العام بقاو اجور، باش انكم زعما ماشي تخلوا داكشي تراكم عليكم حتى للوطني وكذا. صراحه شعور زوين، انا فرحان بزاف باش نتكرم قدام هادو كاملين، وانا كنت من انا دابا فرحان بزاف حيت انا من هاد المتوجين اللي غيتوجوا اليوم في هاد حفل التميز. التتويج انا كان عندي انا كاع الاساتذه اللي قراوني في مزرعه جيلسوس، وكاع الاطور اللي خدامين في المؤسسه، وما نساش حتى والدي حتى شرطه هما اللي عاونوني، والفاميليا ديالي حتى هي اللي عاونتني هذا العام باش نوصل باش نكون من هاد المتوجين في هاد الحفل. ايوا كاع التلاميذ ما حالفهمش الحظ هذا العام، ان شاء الله السنوات المقبله يكونوا من ضمن هاد الحفل، السنوات الاشهاديه الاخرى بحال البكالوريا يكونوا من هاد المتوجين يفرحوا حتى هما ويتقاسم معاهم الفرحه اللي دابا كنشعر بها دابا.